زي ما شفنا في المحاضرة بتاعة السامبلينج، احنا عندنا دلوقتي سيجنال متعرفة عند ان تي اس، اوكي، يعني متعرفة عند 0 وتي اس وتوايس تي اس وثري تي اس وهكذا. طبعا تي اس دي يعني واحنا بنشتغل في مع السيجنال بتاعتنا مش فارقة معانا كتير، لان احنا بقى عندنا دلوقتي سيكونس اوف ايه اوف فاليوز، فبيسكلي بنسمي السيجنال بتاعتنا تبقى بس جاست مجرد اكس اوف ان، ونبقى احنا امبليسيتلي كده عارفين ان اكس اوف ان دي عبارة عن اكس اوف ان تي اس. اوكي، اول حاجه طبعا ناخد بالنا منها ان احنا دلوقتي بقى الاندبندنت فاريبل بتاعنا بدل ما كان تايم بقى دلوقتي ان، وزي ما احنا بنقول ان دي بتمثل انا كام، يعني الفاليو بتاعتي رقم كام تايمز تي اس. اوكي، الفاليو نفسها بتاعت اكس اوف ان بقى نفسها، يعني اللي هي الامبليتيود سيجنال نفسها، ممكن تبقى ريل نمبر، ممكن تبقى كومبلكس نمبر، ممكن تبقى اي حاجه. انا بتكلم دلوقتي على الاندكس اللي هو السامبل اندكس بتاعي اللي هو كان مقابل للتايم. فلما باجي دلوقتي ارسم اكس اوف ان برسم اكس اوف ان فيرسس ان مش فيرسس تايم. اوكي، الحاجه الثانيه ان السيجنال بتاعتي اللي هي ديسكريت تايم سيجنال ديفايند اونلي ات انتجر فاليوز اوف ان. اوكي، ما ينفعش ان انا اقول مثلا والله ده انا عندي اكس اوف ان دي ممكن اخد ان دي بتساوي 1.5، لا، ان المفروض انها تساوي يا اما 0 1 2 3 وهكذا، او ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وهكذا. ما ينفعش انها تاخد اي فاليوز ان بتوين، السيجنال ان بتوين از انديفايند. اوكي، فلو انا خدت السيجنال بتاعتي الاكس اوف ان، هي بنفتكر ان هي عباره عن اكس اوف ان تي اس، اللي هي اكس اوف تي ات تي بتساوي ان تي اس. اوكي، دي اللي بنسميها في الاخر اكس اوف ان. هناخد مثال على كده، هناخد فيه هنبتدي من continuous time signal ونبتدي نعمل لها sampling ونشوف في الاخر الديسكريت تايم سيجنال بتاعتها عامله ازاي. اوكي، فالسيجنال دي عباره عن sinusoidal signal زي ما احنا شايفين كده، cosine twice pi t plus pi over 4. كويس، الفريكونسي بتاعتنا هي twice pi radian per second، اللي هي الاوميجا بتاعتنا بتساوي الكلام ده، والباي اوفر 4 دي عباره عن phase. اوكي، فبيسكلي من الجزء بتاع السامبلينج ثيرم اللي احنا شفناه في المحاضره اللي فاتت، هنلاقي ان احنا عايزين ناخد سامبلينج بيريد مقابله لتوايس الماكسيمم فريكوانسي بتاعه الكوزاين. اوكي، والكوزاين باي ذا واي برضو لو احنا فاكرين برضو من الفوريه ترانسفورميشن، هنلاقي الفوريه ترانسفورميشن بتاعها عباره عن تو امبلسز. كويس، واحده عند توايس باي واحده عند ماينس توايس باي على الاوميجا اكسس. اوكي، فمعنى كده لو انا بشوف دلوقتي السامبلينج بيريود بتاعتي هتساوي كام، لازم السامبلينج بيريود بتاعتي تبقى توايس اوميجا ماكسيمم اللي هي توايس 2 باي، يعني تبقى 4 باي. اوكي، فدي الحاجه الاساسيه بتاعتي. لو عايز احسب بقى التي اس بتاعتي بتساوي كام، التي اس هي عباره عن توايس باي على الاوميجا سامبلينج. اوكي، الاوميجا سامبلينج هي عباره عن توايس اوميجا ماكسيمم، و بيسكلي ممكن اشيل بقى الاثنين من هنا والاثنين من هنا عشان هتبقى توايس باي على توايس اوميجا ماكسيمم، فتبقى باي على اوميجا ماكسيمم، واوميجا ماكسيمم تاني زي ما احنا شفنا هي عباره عن توايس باي، فمعنى كده ان تي اس بتاعتي هتبقى بتساوي 0.5. اوكي، نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، ان التي اس بتاعتنا يعني الرقم اللي موجود عندنا هنا ده لما يكون عندي اوميجا هي عباره عن نايكوست فريكونسي. اوكي، النايكوست فريكونسي معناها دي اقل اوميجا ممكن ان انا استعملها. اوكي، طيب دلوقتي انا عايز اختار تي اس، تي اس انا ممكن اختار انها تبقى اكزاكتلي باي على اوميجا ماكسيمم. اوكي، اللي هي توايس باي على اوميجا سامبلينج. كويس، ويبقى ده اختياري يبقى اقل قيمه او اكبر قيمه ممكنه لتي اس. ليه؟ لان انا لو صغرتها عن كده هيبقى معنى كده ان الاوميجا سامبلينج بتاعتي هتبقى اكبر من كده، which is okay. اوكي، يعني كده يبقى انا دلوقتي خدت اوميجا سامبلينج اكبر من النايكوست. اوكي، فعشان كده احنا لما بناخد الايكواليتي في الايكويشن دي بقول ان تي اس ماكسيمم بتساوي 0.5. لو انا خدت اي قيمه لتي اس اقل من الماكسيمم دي هتبقى ستيل اوكي، مش هيحصل اليسنج، هبقى انا كده احسن من النايكوست كرايتيريوم بتاعت ايه بتاعت السامبلينج في البروبلم دي. لو انا خدتها بالشكل ده بالظبط، اوكي، وهو ده اللي كان مطلوب في السؤال هنا، يعني كنت عايز اعمل سامبلينج كورسبوندنج تو ذا لارجست الاود سامبلينج بيريد اللي هي عباره عن الفاليو اللي مقابله للنايكوست فريكونسي. اوكي، فكل اللي هعمله هنا ان انا هريبليس كل تي ب 0.5 ان، ب 0.5 ان، يعني بقت ان تي اس، تي اس دلوقتي عباره عن 0.5. اوكي، فمعنى كده لو انا عملت بلاجنج ان للتي بتساوي الكلام ده هتلاقي طبعا ان احنا عندنا الاثنين دي هتبقى مع ال 0.5 هتبقى بتساوي 1، فيطلع لي 3 كوزاين باي ان بلس باي اوفر 4، ان دي من ناقص انفينيتي لانفينيتي.
فكده دي تعتبر الديسكريت فيرجن من الكوزاين سيجنال اللي احنا شفناها في بدايه الاكزامبل اللي كانت هنا.